أول لقاء بين الرجلين منذ أزمة رئيس الحكومة في السعودية. على العشاء استكمل الحريري مع رئيس حزب القوات صورة طي المرحلة الماضية، فلا الحريري عاتب جعجع على أزمته في السعودية في 24 الثاني، ولا جعجع عاتبه على مسار الانتخابات النيابية تحالفا أو انتخابا. في الشكل تزامن اللقاء مع تغييرات داخلية في تيار المستقبل، ينفي القوات أي علاقة له أو لعلاقته بالسعودية بها. هلأ خلاص رجعت المياه إلى مجاريا، نحن نعتبر أنه في غيمة صيف وعبرت، وعلى أمل أن لا تعود، لأنه نحن نعتبر أن العلاقة بين دكتور جعجع والرئيس سعد الحريري بتشكل ضماني على المستوى الوطني وعلى المستوى السيادي. وإذا كانت حيثية اللقاء تؤشر إلى اقتصاره على الشكليات، فإن الجانب القواتي يقول أن اللقاء ركز على استعادة العلاقة الشخصية بين الحريري وجعجع إلى ما كانت عليه قبل أزمة 24 الثاني، بما يمهد طريق المفاوضات والاتصالات حول مرحلة التشكيل الحكومي، منعا لتحول أي خلاف إلى ارتداد سلبي. رئيس الحكومة استمع أكثر بكثير مما تكلم، اطلع على المقاربة التي حملها جعجع للمرحلة المقبلة والتي ركز فيها على عناوين ثلاث. لازم أن نستفيد من الانتخابات النيابية والدينامية اللي ولدتها والحيوية اللي عملتها حتى نروح على صدمة سياسية إيجابية. العنوان الثاني أنه اللي شكل عامل استقرار بالبلد هو عمليا الالتزام بسياسة النائب النفس. الأمر الثالث أنه لازم يكون في وجوه جديدة. لا تفاصيل حول الحكومة، لكن الأهم أن القوات تغاضى عن شرطه السابق بربط تسمية الحريري لرئاسة الحكومة برزمة كاملة تطال عدد الوزراء وطبيعة الحقائب. يتحدث القوات اليوم عن حكومة وحدة وطنية. عندما كان الانقسام العمودي في لبنان بين 14 و8 كان ممكن تروحي على 14 في الحكم و8 في المعارضة أو العكس، لأنه في انقسام قائم. اليوم على أي أساس بيكتفر زي البلد من مولات معارضة؟ ما في مين مولات ومين معارضة، منا موجودة بهذا القاموس، وبالتالي لا، الأرجح نحن رايحين على حكومات وحدة وطنية. لم يحسم القوات بعد أسماء وزرائه. الأكيد أن بيير أبو عاصي لا يوزر انطلاقا من التزام القوات فصل النيابة عن الوزارة. النقاش بعدد الوزراء أو بنوعية الحقائب لم يبدأ بعد، بس طبعا القوة اللبنانية حريصة أولا أن تكون في الحكومة انطلاقا من حجمها النيابي وحجم الشعبي. قوة تعتبر وجود ضرورة بالحكومة انطلاقا من كونها بتمثل نوع من توازن على المستوى السيادي مع قوة سياسية أخرى، وبالتالي عدم وجودها بالحكومة يؤدي إلى خلل على المستوى السيادي. ثلاثة، تعتبر وجودها بالحكومة مهم لأن هي تعتبر نفسها قوة إصلاحية. أي حقائب هي مطلب القوات اليوم؟ بعد بالحقيقة ما فينا، يعني نحن ما بدنا إلينا على نفسنا عدم الدخول بالحقائب. طبعا احنا عندنا رؤية وعندنا نظرة لشو هي الحقائب يلي منحب انه تكون بين ايدينا، بس ولكن اي اعلان عنها مثل وكأنه عم نحط شروط مسبقة وعم نحط نوع من سقوف معينة. هذا الامر بيؤدي الى خلق توترات. احنا منفضل انه هذه الامور تبقى خلف الكواليس حتى بين السيادية والخدماتية بعد ما حصلتوا ايه. لا بتعرفي انه الفصل قائم في لبنان بين الوزارات. انت هون المهم هو مسألتين أساسيتين، أولا المشاركة بالقرار السياسي على مستوى الحكومي. القوات سيشارك في الحكومة ولا يبقى خارجها، هذا ما يؤكده جبور، وإن كان جعجع أعرب من بيت الوسط عن استعداد القوات للبقاء خارج الحكومة وتأييدها. وحده صرح جعجع ولم يدل رئيس الحكومة بأي حرف، هي صفحة طويت يؤكد القوات، فالحريري حليف يقول جبور، والنقاش السياسي دخل بالعمق.